بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي بقى هبدأ أفكرك بمحددات ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر سريعا كده. فطبعا كلمة محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بنعني بيها مناخ الاستثمار. تعالى كده قلنا أفكرك برضو بالتعريف اللي احنا حطيناه لمناخ الاستثمار. قلنا ان مناخ الاستثمار هو كل ما يؤثر في ثقة المستثمر، سواء كان التأثير ده بقى ناتج عن ظروف، سياسات، قوانين، مؤسسات، ويقنعه بتوجيه استثماراته الى بلد دون الاخر. ايه اللي يخلي المستثمر يحط ثقته في دولة معينة وينقل حاله وينقل رأس ماله الضخم وينقل خبراته للدولة دي؟ ليه؟ لان هذه الدولة توافر فيها عدد من العوامل، ظروف، سياسات، قوانين، هي اللي أدت إلى أن المستثمر ده ينقل نفسه. طب تعالى سريعا نبص على أهم محددات الاستثمار اللي هي بتشكل مناخ الاستثمار. عندي أول حاجة طبعا المزايا الطبيعية، والمقصود بيها كل ما يتوفر داخل الدولة المضيفة بشكل طبيعي وبدون تدخل من الإنسان، زي موقع الدولة مثلا. موقع الدولة ما الإنسان ملوش يد فيها، زي وفرة موارد طبيعية في دولة معينة مثلا ملوش يد فيها، دي بنسميها مزايا طبيعية. أيضا عندي قوانين والتشريعات، والمقصود بيها كل القوانين اللي بتنظم عمل الاستثمار داخل الدولة. بس لما تجيب القوانين بقى نشوف ايه هي الحوافز والإعفاءات اللي الدولة بتقدمها للمستثمر من خلال القانون ده. ايضا عندي حجم السوق واحتمالات النمو، وده بنعبر عنه قلنا عن طريق نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي او معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي. في ايضا ضمن محددات الاستثمار برامج الاصلاح الاقتصادي واداء الاقتصاد الكلي، وده معناه القاء الضوء على برنامج الاصلاح ومع تحديد نتائج البرنامج عن طريق ان احنا نعمل مقارنة بين اداء الاقتصاد الكلي قبل البرنامج وبعده. الكلام ده احنا قلناه قبل كده. ايضا ضمن المحددات البنية التحتية، وقلنا ان احنا هنستدل على جودة البنية التحتية للدولة المضيفة من خلال استخدام بعض المؤشرات العالمية للتعبير عن مدى الجودة، زي مؤشر جودة الطرق ومؤشر جودة البنية التحتية اللي هو يقع ضمن مؤشر التنافسية الدولية. هناك أيضا محدد آخر هو رأس المال البشري. ورأس المال البشري أنا بقصد بيه مش بس موارد، مش فكرة موارد بشرية، لا، فكرة مستوى التعليم والصحة والقدرة على الابتكار، وكل الحاجات دي ممكن نحصل عليها من مؤشر التنافسية. عندي داخل مؤشر التنافسية عدة مؤشرات فرعية، في مؤشر خاص بالتعليم، في مؤشر خاص بالصحة، وأيضا في مؤشر خاص بالقدرة على الابتكار. من الحاجات برضو اللي تهم المستثمر الأجنبي عشان يقدر ينتقل إلى دولة أخرى، المؤشرات الدولية اللي هو دايما بيتابعها وعينه عليها قبل ما يبدأ يفكر هيروح الدولة دي ولا مش هيروحها. فلما نيجي نبص هنجد أهم المؤشرات دي، عندي مؤشر الأداء والإمكانات اللي هو بيصدر عن الأنكتاد، وده بيقسم الدول لدول سباقة ودول دون الإمكانات ودول أعلى من الإمكانات ودول ذات الأداء المنخفض. يعني نقدر نشوف قدرة الدولة على إنها تجذب الاستثمارات دي في حدود الإمكانات المتاحة ليها، وبيحط الاتنين قصاد بعض، أداء الدولة في إنها تجذب الاستثمار الأجنبي مع بالمقارنة بحجم الإمكانات اللي موجودة داخل هذه الدولة. ففي دول سباقة عندها أداء عالي جدا وعندها إمكانات عالية جدا، في دول دون الإمكانات يعني الأداء بتاعها أقل بكتير جدا من عندها إمكانيات كتيرة جدا بس مش قادرة تجذب استثمارات تتناسب مع حجم الإمكانات دي. في دول أعلى من الإمكانات، يعني بالرغم من إمكانياتها ضعيفة إلا إن أداها عالي جدا في جذب المستثمر الأجنبي. وفي دول ذات أداء منخفض، لا عندها أداء ولا عندها إمكانات، يعني لا قادرة تجذب مستثمر ولا عندها إمكانيات أصلا. مؤشر آخر مؤشر بيئة الأعمال، وقلنا إن المؤشر ده بيقيس مدى توافر بيئة جيدة للمشروعات والقطاع الخاص. زي مثلا من الحاجات اللي بيهتم بيها جدا المستثمر قبل ما يجي، يشوف عدد الأيام اللي بيحتاجها عشان يحصل على الموافقات اللازمة عشان يبدأ في المشروع بتاعه.
طبعا مؤشر بيئة الأعمال بيضم مؤشرات فرعية كتيرة جدا، وعندي مؤشر آخر ومؤشر المخاطر القطرية، وده بيشمل مختلف المخاطر بتتوفر في الدولة، سواء بقى كانت المخاطر دي سياسية أو اقتصادية أو تمويلية. وقلنا هنا إن كل ما كانت قيمة المؤشر صغيرة كل ما ده كان معناه إن حجم المخاطر قليل جدا، يعني الدولة دي تقدر تجذب المستثمر اللي هي الدولة ذات المخاطر القليلة. في أيضا عندي مؤشرين آخرين، مؤشر الحرية الاقتصادية اللي هو بيقيس مدى تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية من حيث القيود بقى اللي بتفرضها الدولة على التجارة وعلى التسعير، وأي تدخل للدولة بيقيسه طبعا المستثمر الأجنبي، لأن المستثمر مش بيحب إن يبقى في دولة تتدخل في عمله وتقيده. مؤشر أخير هو مؤشر الحكومة الإلكترونية، وده بيقيس مدى اعتماد الدولة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات، وده طبعا بيهم المستثمر عشان يحقق وفر في الوقت والتكلفة وتبسيط في الإجراءات.